خلينا نتحول الآن مباشرة إلى المنستير حيث السيد سامي رمادي رئيس جمعية شفافية المالية. سيد سامي عسامة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. كنت تستمع التصريح رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض حول تعليق العمل بالأتوات في قطاع النقل، شنو تعليقكم على هذا التصريح وشنو رأيكم في ردود الفعل الغاضبة تجاه الأتوات هذه؟ والله شو نقول لك، تعليق العمل بالأتاوي هو قال تعليق مش إلغاء. المشكلة الحكومة ما استمعتش إلى آراء لا المختصين لا المجتمع المدني وعملت على كيفها، وهذا كان متوقع. وأي إنسان عنده معناتها أقل ما يمكن من النظرة الاستشرافية كان يتوقع أن هذا باش يصير، ولكن عملوه. المشكلة حسب رأيي الألغام اللي خلاتها الحكومة هذه للحكومة الجاية يظهر لي تفوت الألغام اللي موجودة في جبل الشعبي. احنا في آخر فترة من عمل الحكومة نشوفوا قرارات اعتباطية من إنشاء 5 كليات طب، من الأتاوي هذه اللي شفناها، من المشكلة اللي سايرة في ميدان الصحة، علما أن بلوكاج كومبليت هو في الصحة. فهمت؟ هذه مشاكل ورثة كبيرة برشا باش يخليوها السيد رئيس الحكومة جديد. وزيادة على ذلك اللي يزيد يرعبني وإلا نقراه ما بين السطور من بعض التصريحات اللي قاعد نشوف فيها ونسمع فيها، فما رئيس حزب اللي هو قاعد يقول احنا خرجنا من الحكومة ولكن ما خرجناش من السلطة، والمجلس التأسيسي هو اللي يسمي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. أنا حسب رأيي هذه رسالة مشفرة يبعث بها سيد رئيس الحزب هذا إلى رئيس الحكومة الجديد، وفيها نوع من الإرباك باش يقولوا له بصفة عامية كما نقول لك اسمع رد بالك يا ما تمشي معناتها في الخط اللي نحبوه احنا، من كان رانا باش ننزعوك على طريق المجلس التأسيسي. سيد سامي احنا خلينا نقعد في القانون المالية. باهي نقعد في القانون المالية، في قانون المالية خلينا نعطي بعض الأرقام على خاطر بعد نزع الأتاوي هذه يلزم تعويضها، يعني منين باش تجيب في الميزانيه؟ معناتها الميزانيه التكميليه لازم منها الا باش يعملها سيد رئيس الحكومه الجديد. ولكن للشعب التونسي خلي يعرف مثلا قبل حاجه احنا لبهتنا فيها كيفاش يقع معناتها الموافقه على ميزانيه 2014 بدون المساءله على ميزانيه 2013. يعني غلقوا الميزانيه وما سالوش حتى وزير وين صرف اموال الشعب نتاع السنه الفارطه. هذا حتى في وقت النظام السابق ما صارش، حتى وقت بن علي كان يصير بصفه سوريه، اثناء سكروا الميزانيه وما قالوا لنا عليها حتى شيء. نقطة أخرى، المجلس التأسيسي إلى يومنا هذا خلي يعرفوا الشعب التونسي بقداش تكلف لهم الدستور هذايا. اليوم 142 مليار و900 مليون اللي صرفنا على المجلس التأسيسي هذا، اللي هما فما إمكانية باش يبنيوا لنا 5 مستشفيات في المناطق الداخلية، اللي هما باش يعملوا لنا مشاريع تنمية كبيرة في المناطق الداخلية. رقم آخر نعطيه هي ميزانية وزارة العدالة الانتقالية. سنة 2012 8 ملياردوات و156، سنة 2013 6 ملياردوات و663، وعطاوها سنة 2014 20 مليار و700 5 مليارات و917، يعني الجملة 20 مليار و736 من المليمات. هذا الكل من أجل قانون عدالة انتقالية. بربي كيفاش توا الشعب هذا المهمش والمشرد والمعطر على العمل تحبوا يسكت كيف يشوف تجاوزات من نوع هذا؟ يا رسول الله الثورة هم اللي قاموا بها، هم اللي طالبوا، هم اللي ناقصين شغل وناقصين إحاطة، ناس مشردين مهمشين. طيب. القليل فيهم ما عندوش 5000 في جيبه، يشوفك أنت تصرف 142 مليار من أجل دستور وبعد تزيد عليه، معناتها نتيجة الفشل نتاع الحكومة. نعم. تحب يخلصوه أتوات، هذا مش معقول. سيد سامي في اعتقادك أنه هل يمكن أنه يتم إلغاء بعد الإعلان على تعليق العمل بالأتوات هذوما، هل يمكن أن يتم إلغائهم أو اللجوء إلى تقسيطهم أو شنو باش يكون الحل؟ أنا يظهر لي حسب رأيي على خاطر بزيادة على الأتوات هذه راهو المواطن باش يتفاجأ، على خاطر إذا كان باش نزيدوا في أسعار الطاقة كل شيء باش يزيد، العيشة باش تزيد في تونس مما لا يتحمله المواطن. أنا حسب رأيي الأتاوي هذه يقع مش تعليقها، يقع سحبها إلغائها تماما.
ولكن تقول منين باش نجيبوا الموارد؟ احنا المجلس التأسيسي هذا المنتهي الشرعية اللي اعطيناه عام وتو باش يضرب لنا دخلنا في العام الثالث، انا من رأيي 26 مليار اللي مخصصة للمجلس التأسيسي في السنة هذه القادمة هذيك نعوضوا بها الأتوات، وإذا كان هما يحبوا باش يقعدوا باش يقعدوا على خاطر باش يحطونا ساعات باش يقولوا لنا باش كان ننسحبوا تو تصير حالة فراغ، لا ما يصيرش فراغ يا سيدي، احنا بعد ما مشى بن علي مجلس النواب نتاع بن علي تحل ما صارش فراغ في تونس، لاباس والحمد لله، وانا متاكد ان المجلس هذا هو اللي باش يقعد يشوش على الحكومه، اذا 26 مليار يعوضونا الاتاوي. من جهه اخرى في مراجعه الميزانيه زاد ماذا بينا السيد المهدي جمعه اللي هو يقدم في المقترح ميزانيه التكميليه نتاعو، راجعوا زاد ميزانيه رئاسه الجمهوريه، احنا ما عادش في حاجه لكل المستشارين هذا الموجودين في رئاسه الجمهوريه. اذا نجموا نقصوا في ميزانيه رئاسه الجمهوريه ونكسوا، وفما وزارات يلزمها تلغى تماما زاد ما عادش تقعد، ومن بعد نجموا نلقاو الحل، خلينا نقصوا على المواطن من كانش رانا باش نرجع وين كنا. هاني نقولها لكم راهو اذا كان باش يرجعوا الاتوات ومع غلاء المعيشه راهي الطبقه المتوسطه ما عادش نحكي على الفقيره، راهم الناس باش تتعب، راهو 25.4% من التوانسه يعيشوا تحت خط الفقر، يعني ما يصيروش 2 دولار في النهار. يفيقوا على روحكم يا ناس، راهي البلاد باش تشعل، وكل مره تشعل البلاد شكون يخلص الفاتوره؟ يخلصوها الامن نتاعنا اللي هو يستعملوه كحطب للشيء هذا اللي قاعد يصير فيه، وان شاء الله يكون ربي في عونه. واضح، شكرا لك سيد سامر مدي. خليني نمشي